جماعة الخرطوم دي بأهلها، الخرطوم دي فيها البطاحين وفيها الجمعية وفيها البدراب وفيها العقابين وفيها المغاربة وفيها الدباسين وفيها المحس وفيها الضناقلة والشهايقة ومجموعة بتاعت أجناس، فيها الكواهلة، تايلاند الكواهلة دي يا جماعة، وفيها البرابرة وفيها كل قبائل السودان. وأنا وعندنا فيها حلفاء من الكبابيش ومن الشيقية ومن القبائل الثانية. الناس دي كلهم فوضوني توفيت شامل كامل. نحن يا جماعة زمان كنا بنلز بجاي وبنعايب بجاي والمسلمية. كنا بنعايب بجاي وبنلمس بجاي ودارين نعدل الطريقة والعوايدة. نحن بنقول عبر هذه القبائل. القبائل دي كلها فوضتني. نحن ثاني البلد دي دارين نحكم برانا نحن عندنا قبائل تسيد عيل الشمس. دي قبائل السودان ودي قبائل الخرطوم. والخرطوم ده نحن ما بنخليها عليكم. لذلك نحن دارين نحكم. المرة الجاية نحن دارين نحكم رجال حسنة دارين نحكم. المزرعة دي طبقة واضحة. نحن دارين نحكم. نحن عندنا قبائل أكثر من الأحزاب الفكة دي. الأحزاب اللي ما عندها حاجة دي، أحزاب ما يدعدوا على يد الأصابع، يدوهم سلطة ونحن نقعد نتفرج عليهم ونحن أهل البلد وأهل الطين وأهل الحواكير وأهل نحن من ناسي ولي قدام حقنا دارين حقنا في السلطة. يعلم الرئيس البرهان ويعلم نائب حميدتي ويعلم مجلس السيادة إنه نحن تاني حقنا في السلطة ده ما بنخليهم. حقنا في السلطة ده بنشيلوا عديل حمر العين. نحن ما محتاجين. ونحن من بكرة البلد دي تاني بنقفلها الخرطوم دي بنقفلها. وبقفلها بيقوم ميتوا في الرجال دي. جاهزين ولا ما جاهزين؟ جاهزين لحماية الدين. صوت عالي يا جماعة عشان نحن دارين بورتر والبخاري اسمه الكلام ده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. جاهزين لحماية الدين. جاهزين لحماية الدين. جاهزين لحماية الدين. الرسالة دي عبركم طبقة واضحة للقادة وللسلطان. نحن بكرة حقنا اديتونا له السلطة بالذي أحسن كان فيها ما اديتونا له السلاح راقد في السوق. سلاح راقد ونحن جاهزين.